لدي هنا 4 جمل وأريدكم أن تفكروا أي واحدة من هذه الجمل صحيحة. وأول جملة هي حركة الجسم بصورة بطيئة ما لم تؤثر عليه قوة غير متزنة في اتجاه حركته. ممتع. الجملة الثانية: الجسم يحافظ على حركته في نفس السرعة والاتجاه للأبد ما لم تؤثر عليه قوة غير متزنة. أيضا ممتع جدا. الجملة الثالثة: الجسم الساكن يبقى ساكن ما لم تؤثر عليه قوة غير متزنة. والجملة الرابعة: الجسم الذي يتأثر بقوة غير متزنة دائما يتسارع في اتجاه القوة الغير متزنة. لذا سأترككم تفكروا بهذه الجمل وتكتشفوا أي من هذه الجمل صحيحة. قد تكون ولا واحدة صحيحة، قد تكون كلها صحيحة أو جزء منها صحيح. الآن سنحاول التفكير في كل جملة من هذه الجمل. أولا: الجسم الذي يتحرك بصورة بطيئة ما لم تؤثر عليه قوة متزنة في نفس الاتجاه حركته. جيد، هذا على الأقل كبداية يبدو منسجما مع تجاربنا اليومية. إذا دفعت بعض الأثاث في الغرفة، دعنا نقول هذا السجاد في بيتي، وأنا دفعت منضدة التلفاز لنقول أن التلفاز قديم وثقيل، حيث دفعت منضدة التلفاز الطريقة الوحيدة لجعلها تستمر في الحركة هو دفعها. دعني أرسم قوتي من الدفع. قوة الدفع لدي قوة لليمين، هناك القوة الدفع مني لدفع منضدة التلفاز. لذا الطريقة الوحيدة التي أحافظ فيها على حركة منضدة التلفاز إذا حافظت على إضافة قوة الدفع عليه. وعند محاولة إيقافه يبدو وكأنه يبطئ حركته. في تجاربنا خلال الحياة اليومية يبدو هذا الأمر صحيحا، يبدو الأمر كهذا، لكنني لم أحسب جميع القوى المؤثرة في هذا الوضع. لا توجد قوة دفع وحدها فقط، هناك أيضا قوة الاحتكاك، هنالك أيضا قوة الاحتكاك. سأسميها هنا تكون قوة الاحتكاك، وأريد أن أحافظ على حركة هذا التلفاز بسرعة ثابتة، قوة الدفع المؤثرة التي تجعل المتجه له نفس المقدار لأنها تحتاج لنفس المقدار. إذا أردت أن أحافظ على حركة التلفاز في سرعة ثابتة في نفس الاتجاه، سأدفع بقوة مساوية تماما لقوة الاحتكاك وفي الاتجاه المعاكس. إذا كانت قوة الدفع أقل من قوة الاحتكاك، فإن التلفاز سيبطئ من حركته. إذا كانت قوة الدفع أكبر من قوة الاحتكاك، فإن التلفاز يتسارع بتسارع موجب. ولكن السيناريو الصحيح الآن: لديك جسم يتحرك تحت تأثير قوة متزنة، قوة الدفع توازن قوة الاحتكاك. سيناريو آخر: إذا كان لديك مكان واسع، لم أتطرق للموضوع هنا، ولكن إذا انتقلت لمكان واسع غير محاط مثلا بالأشجار، فراغ كامل، إذا كان الجسم في حالة حركة، الجسم في حالة حركة ولا يوجد قوة متزنة أو غيرها، لا يوجد قوة تؤثر عليه، فإن الجسم سيستمر بالحركة، إنه فقط ربما يغير اتجاه حركته أو يتبطأ أو يتسارع إذا تعرض لقوة محصلة ما. دعونا نعود لهذا المثال. السبب الوحيد لتباطؤه إذا أوقفت الدفع لأنه يتأثر بقوة محصلة، قوة الاحتكاك. إذا كنت ستفكر بالموضوع، إن من المحتمل أن يكون هناك كمية من مقاومة الهواء، لذلك في الواقع هذا غير صحيح. الجسم أثناء حركته لن يتباطأ ما لم تؤثر عليه بقوة غير متزنة. الجسم المتحرك يستمر بالحركة
يستمر بالحركة إذا أثرت عليه بقوة متزنة أو مجموعة قوى توازن بعضها البعض. لا يوجد قوة هنا، فإذا هذا غير صحيح. الجسم المتحرك سيحافظ على حركته بنفس السرعة والاتجاه للأبد ما لم تؤثر عليه قوة غير متزنة. هذا صحيح. إن الذي يحدث هنا أعتقد كتلة تتحرك خلال الفضاء في الفراغ. إذا لم تتواجد قوى محصلة تؤثر عليه، لا يوجد قوى محصلة تؤثر عليه تماما، إنه لن يقوم بتغيير سرعته تماما. لديك هنا والذي لديك قوة تؤثر عليه في هذا الوضع كأن أحافظ على الدفع للأبد والسطح لم يتغير والاحتكاك لم يتغير، سيستمر بالحركة في ذلك الاتجاه نظريا للأبد. الطريقة الوحيدة للتغيير اتجاه أو تسارعه في اتجاه واحد أو اتجاه آخر إنه بأنه يتعرض لقوة غير متزنة، ربما تكون قوة الدفع المؤثرة عليه أو قوة الاحتكاك أكبر من قوة الدفع. لذلك ما يحدث هنا بالمطلق صحيح. الجملة الثالثة: الجسم الساكن يبقى ساكن ما لم تؤثر عليه قوة غير متزنة. وهذا في الواقع أمر بديهي جميل أعتقد. إذا كان لديك شيء ساكن إنه لن يبدأ بالحركة تلقائيا، ولذا فإن ذلك صحيح. هذا هو الوضع عندما لا تتواجد قوة سيكون. إنه الوضع الذي سيبقى فيه في حالة سكون إذا أثرت عليه قوة متزنة. وإن الطريقة الوحيدة التي تتغير حالة الجسم السكونية إذا كان لديك قوة محصلة، قوة غير متزنة. إذن دعونا نقول هذه القوة هنا أي كمية أكبر من هذه القوة هنا، إذن هي لن توازنها. لذا مرة أخرى هذا صحيح. الجملة الأخيرة: الجسم الذي يتأثر بقوة غير متزنة سوف يتسارع باتجاه القوى الغير متزنة. لذا إذا كان لديك جسم وهنالك قوى غير متزنة وكان لدينا محصلة كلية للقوى، دعونا نقول تؤثر في هذا الاتجاه. هذا في الحقيقة صحيح، إن الجسم سوف يتسارع. إذا كان يتواجد قوى غير محصلة تؤثر عليه في ذلك الاتجاه سوف يتسارع، وإذا كانت محصلة القوى في ذلك الاتجاه وهنالك طريقة أخرى. إذا رأيت جسما لا يتسارع مثل التلفاز الذي يتحرك بسرعة ثابتة أو ذلك الشيء الذي يتحرك خلال الفراغ، إذا رأيت شيئا لا يتسارع هذا يعني أنه لا يوجد قوة متزنة تؤثر عليه. لذا يجب أن يكون لديك قوة متزنة تؤثر عليه، أو أنه لا يوجد قوة تؤثر عليه على الإطلاق، ولكن لا يوجد قوة غير متزنة. لذلك إذا كان لديك قوة غير متزنة فإن هذا الجسم سوف يتسارع.